شارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة التاسعة للجمعية البرلمانية الآسيوية والمقرر عقده في مملكة كمبوديا، وتأتي المشاركة تنفيذا لتوجيهات معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا لتفعيل وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع المجالس والبرلمانات في المحافل القارية والدولية وإبراز إنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والعمل البرلماني في مملكة البحرين، إلى جانب تنسيق المواقف العربية والآسيوية في القضايا الراهنة وتعزيز سبل التعاون على مستوى المجالس والأمانة العامة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا سعادة السيد عباس الماضي عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، ونود نعلم ما هي أهمية المشاركة في هذا الاجتماع وما هي أبرز المواضيع التي سوف تناقش من خلاله. بالبداية مساء عليكم بالخير والمستمعين. طبعا الاجتماع هذا بيكون أهميته علشان مش والاجتماع الثاني لمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية. طبعا بيكون برنامج بيكون هذا التصديق على مشروع القرارات الموجودة في 19 مشروع. احنا مملكة البحرين طبعا من 18 موافقين عليها ومتحافظين على مشروع واحد اللي هو متعلق بالعمالة الوافدة بتحويلها الى عماله مهاجره، طبعا هذا احنا متحافظين عليه. وكذلك بعض الدول الخليجيه والاسيويه، وفي بعض الدول قاعده تدفع بهذا المشروع وهي طبعا اندونيسيا وباكستان وايران. فان شاء الله يعني احنا راح كلنا نوفر بهذا الموضوع. وطبعا جدول الاعمال بيكون طبعا في تصويت على هذه المشروعات. والتوصيه المتعلقه بالمشاريع، وطبعا بيكون جلسه عامه لاقرار هذه المشاريع. ومن ضمن الاجتماع هذا بيكون انتخاب هيئه مكتب واربع نواب رئيس الجمعيه البرلمانيه الاسيويه. احنا مملكه البحرين ان شاء الله راح راح نجتهد ان نحصل احد النواب اللي هو في غرب اسيا، وان شاء الله نوفق وناخذ رئاسه اللجنه الماليه. واعتقد يعني ومن ضمن ايضا جدول الاعمال انه بتكون يعني هذه هو الاجتماع الاخير اللي بيكون في كمبوديا تحت رئاستها، وراح تنتقل ان شاء الله الرئاسه الى تركيا، واحنا البحرين ان شاء الله ندعم هذا الجانب. ومن حسن الطالع انه بيكون الاجتماع هذا يحمل العنوان تعزيز السلم والتنميه المستدامه في اسيا. ويعلم الجميع بان طبعا المجتمع الدولي في هذه السنوات انتقل من مرحله الدعوة إلى التنمية إلى مرحلة التنمية المستدامة. سعيا في تحقيق هذه التنمية المستدامة في المجالات طبعا البيئية والاجتماعية والجوانب السلام والعدالة وفعالية المؤسسات. مع مراعاة طبعا الحفاظ على درجة التوازن في توظيف الموارد المتاحة بما يؤدي إلى يعني استدامتها. وطبعا احنا اليوم راح نشارك في استدامتها ومستقبل القارة الآسيوية. واحنا يعني اليوم الحمد لله راح نشارك في هذه الجمعية، وطبعا ونسعى الى ان يكون مستقبل القارة وشعوبها وان يتم توضيح الغايات الواردة ضمن هذه الاهداف. وطبعا والجميع يعلم بان القارة الآسيوية تمتلك المقومات الجغرافيه والاقتصاديه والبشريه ما يتيح لها يعني الرياده العالميه في شتى المجالات. عبر استغلال هذه الموارد. سعادة السيد عباس الماضي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.